الجيش الإسرائيلي يعلن نيته مواصلة قصف سيارات الإسعاف بلبنان ويتهمها بنقل أسلحة. رئيس البرلمان الإيراني يصل بيروت على متن طائرة يقودها بنفسه حاملا رسالة من المرشد. لقيادي بفيلق القدس يفجر مفاجأة حول أجهزة البيجر التي انفجرت بأيدي عناصر وقيادات حزب الله ووجوههم. إعلام أمريكي يكشف موعد الرد الإسرائيلي على إيران ويقول إنه يشمل مؤسسات الطاقة. صور فضائية تكشف حصاراً خانقاً لشمال غزة وإسرائيل ماضية في خطة الجنرالات. بكم مشاهدينا. حذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن القتال متواصل في المنطقة. قبل ذلك حذر الجيش الإسرائيلي الأطقم الطبية في جنوب لبنان من تقديم المساعدة لحزب الله. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في منشور له على منصة إكس إن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات إسعاف لنقل المسلحين وأسلحة، داعيا الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم. وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها. وليلا عاشت ضاحية بيروت الجنوبية هدوءا مع توقف الغارات وإنذارات الإخلاء لليلة الثانية على التوالي، فيما تواصلت الضربات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين في قصف على بلدات البيسرية وأنصارية والغازية في قضاء صيدا، كما أصيب آخر في غارة على بلدة عدلون، وكذلك في مناطق البقاع حيث تواصلت الغارات طيلة ساعات الليل. وفي إسرائيل كسرت صفارات الإنذار هدوءا ساد خلال الليل، إذ أطلق حزب الله صواريخ قال إن بعضها استهدف قاعدة عسكرية قرب حيفا. وليلا أعلنت مجموعة عراقية مسلحة استهداف هدف حيوي في مرتفعات الجولان. يأتي هذا بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد طائرة مسيرة أيضا أطلقت من سوريا وسقطت في منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان. نستطلع الأوضاع الميدانية من الحدود الشمالية الإسرائيلية. ينضم إلينا موفد الحدث رائد الأغبر، وأيضا معنا من بيروت مراسلة الحدث رينا دويهي. أهلا بكما. سأبدأ معك رائد، أريد أن أستطلع منك كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية، البلدات التي تضررت فعليا من صواريخ حزب الله في الشمال الإسرائيلي، تفضل. تهاني، ربما الآن يسود نوع من الهدوء النسبي المنطقة، لكن قبل نصف ساعة تقريبا وقبل ساعة كانت رشقات صاروخية تطلق من خلفنا من هذه المنطقة، الحدود اللبنانية الإسرائيلية الممتدة من هضبة الجولان وصولا إلى خليج حيفا وعكا مرورا بصفد وطبرية. هذه الرشقات وصلت بالفعل إلى صفد وطبرية، غرب طبرية، عدة بلدات أو مستوطنات
المستوطنات وصلت إليها الصواريخ التي أطلقت من جانب حزب الله. أيضا هنا في إصبع الجليل دوت صفارات الإنذار في مستوطنة مارجليوت. هذه المستوطنات تشهد باستمرار سقوط الصواريخ وعمل للدفاعات الجوية التي أسفرت أو يعني اعتبرت تفشل في معظم الاعتراضات، لأنها الصواريخ التي تطلق من جانب لبنان باتت يعني تصيب أهدافها وتلحق ضرر كبير وقتلى وإصابات في صفوف إن كان المدنيين المستوطنين نقصد وإن كان العسكريين. يعني يوم أمس أعلن الجيش الروسي الإسرائيلي عن مقتل 3 جنود وإصابة 8. المستشفى القريب من صفد أعلن عن وصول أعداد كبيرة من الإصابات، ربما يكونوا من الجنود أيضا، لأن الجيش الإسرائيلي لا يعلن كثيرا عن أعداد الجنود والإصابات. الدفاعات الجوية، نكرر بأن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا حتى الآن لفشل أعمالها وعدم اعتراضها معظم الصواريخ التي تطلق من جنوب لبنان. وهنا نضيف بأن المسيرات بات لها دور كبير، باتت المسيرات تهاني تلعب دور كبير، لأن حتى الصواريخ الاعتراضية لا تستطيع أن تسقط هذه المسيرات. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط مسيرة ومسيرة أخرى وصلت إلى أطراف تل أبيب، تل أبيب الكبرى نتحدث، وصلت إلى هرتسلية وتسببت بأضرار في المباني والبنى التحتية. المعركة مستمرة، القصف متبادل، يعني المقاتلات الإسرائيلية تجري طلعات باستمرار وتغير على جنوب لبنان وتقصف مواقع. الجيش الإسرائيلي كما أسلفت على لسان المتحدث كان ينصح المقيمين في جنوب لبنان بعدم العودة إلى منازلهم والبقاء في المناطق الأكثر أمنا، لأن المدفعية الإسرائيلية تعمل باستمرار وكذلك المقاتلات تقصف دون توقف مناطق رائد في جنوب لبنان. تهاني، رائد، حيث أنت الآن، هل شهدت أي مسيرات تأتي من سوريا أو من العراق بجانب ما يأتي من الجنوب اللبناني؟ يعني اليوم لم نلحظ أي مسيرة، وحتى في الأوقات التي يعني تمر فيها المسيرات من هذه المنطقة فهي تمر يعني بعجالة وتكون يعني صغيرة الحجم، لا ترى بالعين المجردة. تهاني، نحن نلحظ الصواريخ، نلحظ الاعتراضات، إطلاق المدفعية، دوي الانفجارات منذ الصباح، دوي انفجارات لا يتوقف، يصلنا من جنوب لبنان هذه الانفجارات. أطلقتها المدفعية الإسرائيلية على مواقع لحزب الله حسب وصف الجيش الإسرائيلي، وأن العملية أيضا البرية المحدودة كما يصفونها هي مستمرة، وأن الجيش الإسرائيلي دخل إلى مناطق وبلدات قريبة من الحدود. إن كانت هذه العملية والتقدم الإسرائيلي بطيء، لكنهم يقولون بأنهم ينفذون عمليات قصف ويعني تدمير للآليات العسكرية، منصات الصواريخ التابعة لحزب الله، ويقصف تجمعات للمقاتلين هنا. نعم، طيب سأنتقل إلى بيروت، معنا من هناك مراسلة الحدث رينا دويهي. أهلا يا رينا، نريد أن نستطلع منك فيما يخص طبعا التطورات السياسية بالنسبة للقاء مع راب الثاني، ما الجديد حوله، متى ممكن أن يعقد، ومن هي الأسماء التي قبلت بأن تأتي إلى هذا اللقاء من المعارضة اللبنانية؟ نعم بالفعل، يعني على ما يبدو ينعقد رينا هذا اليوم الى رينا، على ما يبدو سننتقل مباشره، صحيح ينعقد في هذه الأثناء. ينعقد الان، سننتقل الان مباشره وربما نعود اليك، ابقي معنا. إذن مشاهدينا، كان كما تشاهدون هذه اللقطات من الافتتاحية للقاء مع راب الذي دعا إليه رئيس حزب القوات اللبنانية جعجع. أعود إليك رنا لتطلعينا على مزيد من التفاصيل إلى أن تبدأ الكلمات ونأخذها تباعا، تفضلي. نعم فعلا، تتجه الأنظار إلى معراب حيث سيلتقي حوالي 100 شخصية من القوى المعارضة بمعظمها التي تدور يعني في فلك المعارضة، نواب وكتلة القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، النواب التغييريين، والكثير من الإعلاميين والمثقفين أيضا. نعم، يحضرون لقاء معراب في هذه الأثناء الذي يعني سيطرح. نعم رينا، سنذهب إلى كلمة سمير جعجع. رينا، بها لبنان وخطة إنقاذية. نعم، سنذهب إلى كلمة سمير جعجع. بلسمت عزبات النازحين والمنكوبين والذين فقدوا أحباء
وأجبروا تحت وابل القصف على الانسلاخ عن بيوتهم وقراهم من أجل طفولة أبناء لبنان وبناته وحقهم في العيش في وطن يضمن حقوقهم، من أجل انتهاء الحرب ونزيف الدم وأحلال السلام وقيام الدولة من أجل إنقاذ لبنان. تفضلوا. تفضلوا. الإعلام يلا. إذن مشاهدينا، كما تشاهدون هذا مؤتمر أو لقاء معراب الذي دعا إليه سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية. طبعا هذا الاجتماع تحت عنوان لقاء وطني جامع لإنقاذ لبنان، كانت هناك توقعات بأن يخرج هذا اللقاء بالرغم من عدم حضور أعداد من المعارضة، أسماء من المعارضة لم تحضر هذا الاجتماع وسيتبين ذلك لاحقا. يخرجون بقرارا سياسيا، ربما سيكون هذا القرار يعتبر كمثابة خارطة طريق يتم العمل عليها في المرحلة المقبلة سياسيا إن تم قبوله من بقية الأطراف السياسية. إذن قبل قليل شهدنا كانت هناك دقيقة صمت على ضحايا القصف الإسرائيلي على لبنان من المدنيين، وسنعود إلى هذا اللقاء حينما تبدأ كلمات المشاركين فيه. إذن مشاهدينا، نحن الآن ننتظر أن يبدأ هذا الاجتماع. فقط نشير بأن هذه الدعوة للقاء معراب كانت من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. الاجتماع تحت عنوان اللقاء الوطني جامع لإنقاذ لبنان. من المتوقع أن يخرج هذا اللقاء ببيان سياسي شامل يكون بمثابة خريطة الطريق للانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة غير تلك القائمة حاليا. وأيضا يتوقع أن يترتب على البيان ردود فعل في ظل الانقسام السياسي الحاد بين المعارضة أو ما بات يعرف بمحور الممانعة. وأيضا هناك توقعات بغياب بعض أطراف المعارضة التي قالت إن ذلك بسبب عدم التشاور مع بعضها وعدم دعوة البعض الآخر. فقط أيضا نشير بأن هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع زيارة رئيس البرلمان الإيراني إلى رئيس البرلمان اللبناني. كان يقود الطائرة بنفسه حاملا معه رسالة من المرشد الأعلى خامنئي إلى السياسيين اللبنانيين، سيتبين تباعا بعد قليل فحوى هذه الرسالة وما هو الذي سيترتب عليه وكيف يمكن أن يؤثر أيضا على مخرجات لقاء معراب. طبعا كما تشاهدون نحن في انتظار أن تبدأ هذه الجلسات لننقل لكم الكلمات تباعا ابتداء من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي دعا إلى هذا اللقاء. طبعا كانت هناك انتقادات، يعني فقط سنحاول أيضا أن نحلل أهمية هذا اللقاء من حيث التوقيت وما الذي يمكن أن ينتج عنه من بيان سياسي يكون فعلا ناقل للمرحلة المرحلة الحالية إلى مرحلة أفضل للبنان. ولكن كانت هناك جانب من الانتقادات بأنه في استعجال من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالدعوة إلى هذا اللقاء، وقيل بأنه أحرق المراحل بدلا من أن يأخذ وقته بالتشاور مع أطياف المعارضة استعدادا لمواجهة المرحلة المقبلة. سنذهب إلى مجموعة من الأخبار إلى حين بدء هذه الكلمات. نعم،
طيب إذا كما قلنا كان هناك حاملا رسالة من خامنئي وصلها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى بيروت في زيارة بدعوة من نظيره اللبناني نبيه بري، واللافت أن قليباف قاد الطائرة بنفسه معلنا أنها زيارة تضامن وتأكيد على مواصلة دعم حزب الله بعد مقتل زعيمه حسن نصر الله. مسؤول العلاقات العامة لحزب الله رحب بالجهود السياسية سواء كانت داخلية أو خارجية لوقف الحرب شريطة أن تتوافق مع رؤية الحزب الشاملة للمعركة على حد قوله، داعيا في الوقت ذاته لعدم الاستعجال في التغيرات السياسية داخل لبنان. فإن أي جهد سياسي داخلي أو خارجي لتحقيق وقف العدوان مشكور ما دام متوافقا مع رؤيتنا الشاملة للمعركة وظروفها ونتائجها. إن المعركة مع العدو الصهيوني لا تزال في بداياتها الأولى. بكير 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 كتير الحديث عن الاستثمار السياسي في الداخل، فلا تستعجلوا ولا تحرقوا أصابعكم أو أنكم لن تتعلموا أبدا من دروس الماضي. أما الذرائع الواهية بوجود مخازن أسلحة فلم تعد تنطلي على أحد، إلا أنه لا يوجد مؤسسات دولية تراقب أو تحاسب، ولا رأي عام دولي له وزن أو تأثير. يقصف الضاحية بالصواريخ الموقوتة حتى عندما تنفجر مجددا من أجل الإيهام بأن هنالك مخازن أسلحة في مكان الانفجار. معنا من بيروت الكاتب الصحفي جورج عقوري، ومعنا أيضا من بيروت الكاتب الصحفي علي السبيتي. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد جورج، ما هو أهمية لقاء معراب اليوم، وكيف يمكن أن ينقل لبنان من مرحلته الحالية إلى مرحلة أفضل مقبلة؟ تحية لك وللضيف الكريم وللمشاهدين. أهمية لقاء معراب هو أنه يصوب البوصلة على السبيل من أجل إنقاذ لبنان من هذا المستنقع الدموي، ولا يهدر الوقت في المناكفات وفي الالتفاف على الأمور. على سبيل المثال كان هناك سوابق لمعراب بهذا المنحى، أذكر منها بشكل سريع. في أذار 2019 حذرت معراب من الوضع الاقتصادي في مؤتمر لها، ودعت إلى التواصل مع البنك الدولي إن لم تستطع الحكومة إنقاذ لبنان اقتصاديا. ثم في أيلول ومن قصر الجمهورية دعا جعجع إلى حكومة تكنوقراط والتوقف طبقة السياسية عن العمل السياسي. الكل استخف في هذه الدعوات، فكانت 17 تشرين وكان الجميع يدعو إلى ذلك. في نيسان الماضي شدد لقاء معراب على ضرورة الإسراع بتطبيق 17-01. لو طبق يومها بشكل جدي، لو استفدنا من المساعي الدولية ومن المفادين، لربما كنا وفرنا على لبنان ما أصبحنا فيه اليوم، حيث نحن في عين العاصفة الدموية. أهمية لقاء معراب اليوم أنه يسلط الضوء على ضرورة تطبيق كافة القرارات الدولية من دون الالتفاف عليها. على سبيل المثال الرئيس نبيه بري منذ يومين وحين سئل تحدث أننا مع القرار 17-01، أما القرار 15-59 فقد تخطاه الزمن، وهذا لعب على الكلام، لأن في صلب القرار 17-01 هناك ذكر للقرارات الدولية بما فيها 15-59 وبما فيها اتفاق الطائف. اليوم مؤتمر معراب يصوب البوصلة بشكل واضح وجلي، لا يمكن أن يستمر لبنان بما هو عليه من دون العودة إلى بناء الدولة، من دون العودة إلى تطبيق اتفاق الطائف وكافة القرارات الدولية التي تكرس سيادة الدولة اللبنانية وحدها على أراضيها، واحتكارها السلاح واحتكارها قرار الحرب والسلم. طيب أنا سأعود إليك في مناقشة موضوع القرار 1559، ولكن بعد أن أذهب إلى ضيفي علي السبيتي. أهلا بك معنا سيد علي. من وجهة نظرك كما يطلق عليه محور الممانعة، كيف ينظر إلى هذا اللقاء، وأي ورقة سياسية ممكن أن تخرج منه؟ هل هي فعلا قابلة للتطبيق في هذه المرحلة؟ يعني تحية لك وللضيف الكريم وللمشاهدين الأعزاء. بالتأكيد أي لقاء، أي تجمع في هذه المرحلة وفي هذه الظروف وفي هذه الأزمة التي نمر منها،
بعنوان وطني، بطرح وطني، بمقاربة وطنية جامعة غير جانحة إلى فئة أو إلى استهداف معين، هي مطلب لبناني. لا أعتقد بأن أحدا يقف ضد أي مبادرة من هذا النوع، وبالتالي الأمور مربوطة بخواتيمها كما يقولون، وبالبيان الذي سوف يصدر عن المجتمعين بغض النظر سواء من ما هي مكونات الاجتماع السياسي في معراب، هل هو يشكل لون واحد، فئة واحدة، معارضة واحدة، أم أنه يشكل تشكيلة وتنويعة لبنانية على ما هو عليه لبنان من تنوع سياسي قائم. لذلك أقول بأن أي مقاربة بهذا المعنى جيدة، ولكن إذا كان المطلوب هو نوع من القطف السياسي، أنا بتقديري الآن المرحلة لا تساعد أحدا على القطف، لأن هناك أزمة كبيرة. الذين يريدون أن يتصدروا الواجهة يجب أن يكونوا عندهم إمكانيات مواجهة هذه الأزمة. للأسف الكل عاجز، لذلك أعتقد بأن أن المنافسة هنا تكون مراهقة سياسية أكثر مما تعبر عن نضج سياسي. من هنا الذهاب باتجاه الشراكة، الشراكة بالمعنى الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية يجب أن لا تغيب، أن تكون حاضرة، بالتالي أن نذهب باتجاه كل ما يقرب بين اللبنانيين، وبالتالي أن نذهب باتجاه عدم الاختلاف مجددا حول أي تفصيل من التفصيلات السياسية التي اعتاد اللبنانيون على الانقسام عليها من البابوج إلى الطربوش، يعني ما في شيء بيجتمع عليه اللبنانيين نتيجة هذا الانقسام السياسي. إضافة إلى ذلك نأمل بأن يكون هناك مسار سياسي جديد في لبنان يتمكن من خلاله اللبنانيون من أن يكونوا هم من يحيون استحقاقاتهم الدستورية والقانونية، وبالتالي لا يتعاطون مع الخارج من أجل فرض أن يفرض عليهم بطريقة أو ما، وهذا ما اعتاد عليه اللبنانيون أنهم يرضخون دائما لحسابات الخارج وينفون ولا يستطيعون أن يقدموا هم حلا لمشاكلهم. نأمل أن تكون هذه المرحلة مرحلة البدء في عملية توجه سياسي لبناني واضح من أجل تحرير أنفسهم من كثير من الروابط الخارجية، وبالتالي من العقلية الاستبدادية، وبالتالي الاستنسابية، وبالتالي المناطقية والطائفية والمذهبية والشخصانية. هذه العناوين مجتمعة موجودة في لبنان في كل الأطر اللبنانية، لا أصف فريقا دون فريق، هذا موجود. لذلك أقول بأن أي مبادرة تؤسس لي عمل ثقة بين اللبنانيين يسهم بشكل أو بآخر في وضع لبنان على السكة الصحيحة، هذا ما نأمله في أن يكون معراب على هذا الطريق، على هذا المذهب، لا أن يذهب باتجاه طبعا أطياف من المعارضة سيد علي لم تحضر. يعني يقولون كما قرأنا قبل قليل في الخبر بأنه بسبب عدم التشاور مع بعضها وعدم دعوة البعض الآخر، يعني في نوع من الإقصاء أيضا لأطراف من المعارضة في هذا اللقاء. هذا ما ذكرته لك بأن هناك يبدو من يريد أن يقطف، وللأسف كما ذكرت الآن المناسبة ليست مناسبة قطف سياسي، المطلوب التشاور وخاصة المعارضة فيما بينها. وهذه أزمة المعارضة أنها لا تتشاور، سابقا هذه أزمة، وهي الآن تعبر حتى في المحنة التي نحن فيها تعبر عن نفس الأزمة، وهذا ما يعيق كل الاستحقاقات. المسألة ليست عند طرف دون طرف، كل الأطراف السياسية في لبنان المشكلة تكمن فيهم، في اختلافاتهم، في شخصيتهم. هم يريدون أن يكسبوا في السلطة، أن تكون مكاسب السلطة لهم كأشخاص، لا كطوائف أبدا ولا كمذاهب ولا حتى كقوى سياسية. المسألة مسألة لها عنوان شخصي، الشخص يريد أن يصادر الثروة والثورة وبالتالي الدولة، هو يريد أن يأكل الكل، وهذا ديدن الجميع في لبنان. لذلك أزمة الثقة في لبنان صعبة جدا، وسوف نذهب نحن إلى إشكال أوسع إذا ما بقيت هذه العقلية هي السائدة. طيب. وهذه بوادر ومؤشرات واضحة من قبل المعارضة نفسها كما ذكرت أنها منقسمة على نفسها بالذات ولم تتجاوب مع دعوة معراب، وبالتالي معراب أخذت طريقا لم تتشاور فيه مع أحد، بل أنها اعتبرت أنها مرجعية وعلى جميع أن يأتمروا بها، وهذا هذا
سؤالي لسيد جورج. مكمن الخطر في كل شيء. نعم، هذا سؤالي لسيد جورج. سيد جورج، هناك من يقول بأنه جعجع استعجل بالدعوة إلى معراب، وكان عليه أن لا يحرق المراحل، كان لابد أن يأخذ وقته بالتشاور مع أطياف المعارضة، وذلك للاستعداد طبعا لمواجهة المرحلة المقبلة. إلى أي مدى أنت تتفق مع ذلك؟ أولا، إن التشاور قائم، وهناك بيان للنواب 31 نواب معارضة صدر منذ بضعة أيام، والقوات اللبنانية شريك أساسي في تكتل نواب المعارضة. واللقاءات في معراب على سبيل المثال أمس، النائب نعمت فرام وغيره من تكتل تجدد ونواب آخرون كانوا على حركة بمعراب. أما اليوم هو لقاء وليس إعلان جبهة معارضة، هذا أولا. ثانيا، ثمة من دعي إلى لقاء معراب الأول وتمنع عن الحضور وأصدر كتبا في الإعلام عوض أن يناقش في معراب، فمن البديهي أنه اختار أن لا يكون في معراب واحد وأن لا يكون في معراب اثنين. معراب هي اللقاء. هو اختار ولا توجهت له بالدعوة ولم يأتوا؟ سمير جعجع، لأنه في فرق. إذا هو اختار ما يأتي معراب واحد، هذه المرة هذه المرة في المرة الأولى وجهت الدعوات، ولكن البعض فضل مناقشة الأمور عبر كتاب صدر في الإعلام. والمرة هذه توجهت لهم الدعوات أيضا أم تم تجاهلهم؟ لم يتم تجاهلهم. وفق معلوماتي أنهم هم من أخذوا الخيار أن يكون النقاش في هذا الأسلوب، ولقاء معراب هو لقاء وليس احتكار لجبهة سيادية. وفق معلوماتي لم توجه الدعوة لهم، هذه هي معلوماتي. طيب، هذا لا يفسد في الود قضية، مع التأكيد على نقطة هامة جدا. القوات اللبنانية وسمير جعجع لا يبحث عن تزعم أي معارضة، لأن القوات اللبنانية هي رافعة المعارضة اليوم في لبنان بحكم تاريخها النضالي ضد الاحتلال منذ الانقلاب على الطائف إلى اليوم، بحكم حجمها الشعبي، بحكم تنظيمها، بحكم أنها أكبر كتلة نيابية، بحكم انتشارها في كافة عواصم العالم وعواصم قرار عبر مكاتب وعلاقات خارجية. لذا هي لا تبحث عن دور، دور القوات اللبنانية محفوظ من خلال كل ذلك. هي تسعى فقط إلى أن تدق ناقوس الخطر. الوقت ليس لصالحنا وليس لدينا ترف. ولكن الوقت. هناك طب أنا ذكرت لك اسمح لو طبق في نيسان. اسمح لي فقط، أنا أريد أن أناقشك في نقطة وأنتقل بعدها لأخذ رأي أيضا السيد علي. النقطة بأنه السيد سمير جعجع عندما يستعرض القرار 1559 في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة اللبنانية على قدرتها إلى انتشار الجيش وتطبيق القرار 1701، البعض يرى بأنه يحقق هنا مكسب سياسي ويراهن على المستجدات التي تأتي من الجنوب اللبناني. هذه نقطة، هأعطيك حق الرد. النقطة الأخرى، عندما يربط القرارين ببعضهما البعض، هو يذهب إلى صدام الثنائي الشيعي. هو يذهب لأنه يعلم بأنه القرار 1559 غير قابل للتطبيق الآن، خصوصا في هذه المرحلة. أولا، القرار 1559 والقرار 1701 ليس سمير جعجع من أصدرهم وليس هو، بل الدولة اللبنانية وافقت عليهم. 1701 كان حزب الله شريكا في الحكومة اللبنانية ووافق عليه. 1701 إن تقرأ المادة الثالثة فيه تنص حرفيا على أنه يدعو لتطبيق 1559، 1680 واتفاق الطائف. المؤشر الخطير ما أتى على لسان الرئيس نبيه بري منذ يومين، أننا نطبق 1701 و1559 عفى عنه الزمن، وهذا نوع من الاحتيال السياسي واللعب على الكلام. لا يمكن، ولبنان اليوم في حالة دمار وفي حالة نزف، والشعب اللبناني أكثر 1,200,000 مشرد، أن نحن نتلهى ونحاول التذاكي على بعضنا. هناك واقع، علينا تحمل مسؤولياتنا، علينا تطبيق اتفاق الطائف، لأن 1559 و1701 هما عمليا انعكاس اتفاق الطائف، أي ضبط الحدود. نعم. عدم وجود أي فصيل مسلح في لبنان، بسط الدولة سيادتها على كافة أراضيها واحتكارها قرار الحرب والسلم. هذا بديهي في أي دولة في العالم. لا يوجد دولة
قائمة ويكون كل هذه الخروقات موجودة فيها، وإلا لا تعد دولة. ولبنان اليوم ليس بدولة لأنه يعاني من هذه الخروقات جراء ممارسات حزب الله طيلة هذه السنوات. طيب، سأنتقل إلى سيد علي. ربط تطبيق القرار 1559 مع القرار 1701 في هذا التوقيت، كيف يمكن فعلا أن يتم تطبيقه؟ أم سيبقى محور الممانعة معارضا لذلك ويذهب الأمر إلى صدام الثنائي الشيعي مع بعض البعض؟ يعني أنا أعتقد هذا هجوم آخر على المقاومة وعلى الحزب وبالتركي وبالتالي على محور سياسي. نعم. هو الآن بيشكل الأكثرية الممسكة بزمام الأمور وبالسلطة في لبنان. أعتقد لا يقارب الموضوع من باب استكمال الاجتياح الإسرائيلي باجتياح باسم القرارات الدولية. أعتقد بأن المطلوب هو الانتظار وعدم الذهاب باتجاه المكسب السياسي، لأن الآن حتى الأمور غير واضحة. هل نحن أمام مرحلة انتقالية جديدة؟ هل ضعف حزب الله؟ هل انهزم؟ هل هناك هزيمة سياسية لحزب الله؟ هل هناك هزيمة عسكرية لحزب الله؟ كي نقول بأن دور حزب الله تراجع في التركيبة السياسية في لبنان، هل انفك حلفاء حزب الله عنه وبالتالي أخذوا مسار سياسي آخر مختلف؟ هل التركيبة السياسية في لبنان تحمل إعادة توازنات جديدة وفق المرحلة؟ أسئلة كثيرة حتى الآن غير متوفر لها أي إجابة. ما زال الحزب حزبا قائما على الحدود، قائما في مواجهة العدو الإسرائيلي، وهو حاضر الآن بدفع أكلاف هذه المواجهة، وبالتالي ما زال يعمل سواء من خلال العمل العسكري الميداني أو من خلال العمل كتنظيم كآليات تنظيم. وبالتالي هناك المكون الأساسي له وهو مجموعة التحالفات التي يمثلها حزب الله من قبل اللبنانيين على المستوى السياسي، وهم على اختلاف أنواعهم ومذاهبهم وأفكارهم وتلاوينهم، والذي الذين يتصلون بحزب الله في هذا الموقع النضالي المتقدم، إضافة إلى الحالة الحاضنة لحزب الله من خلال أنه يمثل الشريحة الأوسع سياسيا. يعني عندما الناس تختار المقاومة في صناديق الانتخابات هي تختار هذا الحزب نتيجة أنه مقاومة، لا لأنه بائع خضرة، فهو مقاومة والناس تنتخب المقاومة، وأكثرية الأصوات ربحتها المقاومة في كل أكثر المناطق اللبنانية. نحن أمام أقلية لم تعطي المقاومة، ولكن أكثرية أعطت المقاومة من الشمال إلى الجنوب. فإذا نحن أمام محور ما زال انتخب المقاومة ويؤيد المقاومة، والمقاومة الآن ما زالت هي جاهزة. لو كان هناك إعادة تغيير في موازين القوى وبالتالي هذه التحالفات أفرغت من محتواها الأساسي وحزب الله انكسر وهزم على ضوء الاجتياحات الإسرائيلية، لكان هناك الآن مطالب من يريد أن ينفذ هذا الموضوع، وبالتالي أن يكون هناك قرار بالتزام القرارات الدولية، وبالتالي لا يتم استنساب القرارات الدولية. المطلوب تنفيذ القرارات الدولية بالتساوي. لا يمكن أن تقول للعدو الإسرائيلي أنت لا تنفذ ولكن نحن ننفذ. المسألة يراد من خلالها الآن أنا اعتبار صيد سياسي، وهذا الصيد السياسي رخيص ليس بثمين. نعم. لأنه الآن لم تنضج الأمور بعد. علينا التمهل والتريث. لسنا أمام حقبة 82، هناك من يتصرف وكأننا أمام حقبة 82، بمعنى أن الدبابة الإسرائيلية جرفت المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية وأعادت التوازن السياسي في لبنان على غير ما كان هو عليه وما كان سائدا. الآن الأمر ليس بهذه البساطة ولم يصل إلى هذا الحد. ما زالت المقاومة جاهزة، ما زال الحزب جاهزا، ما زال التحالفات الحزب قائمة، وبالتالي علينا أن نذهب باتجاه ما يريحنا، وما يريحنا هو الخطاب السياسي اللين المرن، وبالتالي أن نتشاور وأن نتعقل في السياسة. العقلانية السياسية هي الباب للخروج من أزماتنا. أما من خلال هذا استخدام وسائل الصيد السياسي هذا لا يستطيع أحد، لا أحد يستطيع أن يتصيد به بري، هذه بكل وضوح. لا أحد في لبنان يستطيع أن يتصيد نبيه بري. نبيه بري يحتاج إلى من يشاوره ويحاوره بالتي هي أحسن، وادفع بالتي هي أحسن. هذا هو المنطق السليم. لا يمكن لي الأذرع الآن، وخاصة وأن هذا الوضع الآن هناك استنفار عام، استنفار عصبي، استنفار طائفي، استنفار هل ممكن أن يتصادم استنفار سياسي؟ هذا الاستنفار
هل ممكن أن يصل الأمر إلى ذلك؟ لا أعتقد، لا أعتقد. طيب أنا عندي سؤال. الحكيم حكيما، ولكن ما دون الحكيم، ما دون الحكيم ليسوا بحكماء. طيب أعتقد بأن الحكيم حكيما في السياسة. طيب ممكن تسمح، وإلا لما استمر حتى الآن في قيادة القوات. طيب ممكن تسمح لي، أنا أريد أن أسألك سيد علي، يعني هذا اللقاء معراب وما ذكرناه قبل قليل بأنه قد لا يصل الأمر إلى صدام جعجع مع نبيه بري، هناك زيارة من قليباف رئيس البرلمان الإيراني يحمل رسالة من خامنئي إلى رئيس البرلمان اللبناني، ما فحوى هذه الرسالة من وجهة نظرك؟ وهل هي مرتبطة بهذا اللقاء؟ هل هي مرتبطة بدعوة الحكومة أو استجابة الحكومة اللبنانية الآن لتطبيق القرار 1701 أم ماذا؟ علينا أن ننطلق من ثوابت في تقييم الموقف الإيراني. الإيرانيون لا يتدخلون بالتفاصيل السياسية في لبنان، هم يتدخلون في الأمور الاستراتيجية، وبالتالي كان هناك الأمر بحضور السيد حسن نصر الله كان الأمر متروكا له، يعني لا تتدخل إيران بوجود السيد حسن نصر الله لاعترافهم بحكمته السياسية، وبالتالي بإمكانية أن لا يضر بالمصالح الإيرانية ولا بالمصالح اللبنانية، هناك نوع من التوازن كان يفعله في هذا المجال. الإيرانيون عادة لا يتدخلون في التفاصيل، لا يهمهم التفاصيل السياسية، من يأتي رئيسا من لا يأتي، هذه مناكفات لبنانية الإيرانيون لا يعني. طيب. الإيرانيون يعنون بأن لبنان هو جزء من تحالفاتهم المتينة والقوية في لبنان. الآن هم ليسوا بالوضع الذي يستطيعون من خلاله إملاء السياسة على أحد، لتكن واضحة هذه. الإيرانيون أصلا عندما كانوا أقوياء في ظل قوة حلفائهم لم يملوا سياستهم على أحد، بل بالعكس كانوا يتركون الأمور وبالتالي يتشاورون، والآن في هذه المرحلة لا يستطيعون أن يملوا على الرئيس بري شيئا، بل بالعكس هم بحاجة إلى الرئيس نبيه بري كي، لأنهم يتقاطعون معه الآن في السياسة، لأن وقف إطلاق النار وبالتالي عدم الذهاب باتجاه الحرب التي تريدها إسرائيل، وبالتالي هناك إمكانية لعودة إسرائيل إلى مناطق، هناك من يقول الأول وهناك من يقول الآن إلى بيروت، فإذا نحن أمام اجتياح إسرائيلي بعناوين مختلفة، يصل تصل دبابات العدو الإسرائيلي إلى حيث تريد. هلا هذا عم أقول أنا من وجهة نظر التصاريح الإسرائيلية، لكن لذلك نقول بأن الإيرانيين يذهبون الآن باتجاه ما يساعدهم على الخروج من هذه الأزمة وبالتالي من هذا النفق، لأن المطلوب رأس إيران، ليس المطلوب رأس الحوثي في الشرق الأوسط ولا المخرج. رأس حماس، وقف إطلاق النار المخرج يعني هو كما قالت الحكومة، الوقوف وراء الحكومة، الوقوف وراء الحكومة اللبنانية. اسمح لي بس أستاذ علي، أنا حابة يعني نفصلها شوية للمشاهد. الآن هناك صواريخ دقيقة لدى حزب الله لم يتم استخدامه، حسب ما هو معلن من جانب حزب الله لم يتم استخدامها بوجه إسرائيل، يعني المرحلة لم تتوسع من جانب الحزب بحق إسرائيل. ويأتي نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية ويقول بأنه نحن جاهزون لانتشار الجيش على الحدود الجنوبية اللبنانية وتطبيق القرار 1701. ما الدافع الذي يتحدث عنه الآن بتطبيق هذا القرار؟ هل هو خشية من التوغل الإسرائيلي في القرى الجنوبية يعاد الاحتلال مرة أخرى، خشية من استمرارية هذه الغارات إلى العاصمة الإدارية بيروت؟ ما الدافع الذي يتحدث عن القرار 1701 الآن؟ كان قبل هذه العملية في إمكانية لتطبيق هذا القرار، ولكن لم يذهب حزب الله إلى ذلك. لن أجادل أحدا في موضوع بالأسباب الموجبة لهذا الموقف ولهذا القرار. كل ما يقال صحيح. نعم. كل ما يقال نعتبره صحيحا. طيب. لأسباب متعددة. المهم الزبدة الأشطى في الموضوع أن الحكومة مع تنفيذ 1701، هذا المهم. الأسباب شو ما بدك، كبي أسباب، البير بيسيح بساعة كثير، قد ما بدك أسباب البير بيسيح. طب القرار ده مرتبط بقرار 1559، القرار هذا مرتبط بقرار 1959، لا عشان نكون واضحين، هل الحزب صحيح قابل على تطبيق صحيح هذا القرار؟ صحيح صحيح. هلا الآن تم مزاوجة القرارين ببعضهم البعض، ما بعرف إذا عقد متعة أو عقد دائم هذا، لكن الآن القرار 1559 وقرار 1701 مختلفان المسألة. هذا موضوع يحتاج، لأن لبنان ولا أحد قال بال 1559 إلا من عندما جاء به الرئيس عون وهو تخلى عنه وتركه واعتبره غلطة العمر. طيب. الآن أقول إذا كان أنا لست أدافع، أنا الآن أوصف. إذا هناك الآن
تم انتخاب رئيس جمهورية وبالتالي تشكيل حكومة سياسية جديدة وفق الوضع الراهن. وإذا هذه الحكومة لم تتبنى موضوع المقاومة في بيانها الوزاري وذهبت باتجاه تطبيق القرارات الدولية، نضرب تحية لهذا الاستحقاق السياسي اللبناني الجامع إذا ما كان جامعا. هذا ما تقرره الحكومة. لكن أنا بين يدي الآن أن المقاومة حق في البيان الوزاري المعتمد من قبل كل الحكومات الحريرية وغير الحريرية، 14 آذار و 8 آذار، المختلفون أو المتفقون كلهم بصموا. نعم. يعني اللي بيعرفش يمضي بصم أن المقاومة حق وتركوا لها حرية هذه الحق للشعب اللبناني. ولا التفصيل كيف للشعب اللبناني سيد جورج سيكون لك حق رد، ولكن إذا نحن أمام تفضل فنحن الآن أمام صيغة سياسية من قبل كل الأطراف في لبنان، كل الأطراف ما في طرف، سواء من خلال تحالفاته وموقعه واصطفافه السياسي وبالتالي ارتباطه الخارجي. يعني عندما كانت قوى 14 آذار كانت مرتبطة وهن قالوا نحن كنا مراهنين على الأمريكان، يعني مش نحن عم نتجن عليهم. جنبلاط قال بصريح العبارة خانونا، مشينا معهم خانونا، بيعونا للمقاومة. طيب إذا كانت قوى 14 آذار آنذاك اللي هي بعدها موجودة بتسميات أخرى هي من مضت على أن حق على المقاومة وعلى دور حزب الله في هذا الموضوع، إذا الآن انقلبت هذه السياسة وتغيرت التوازنات ولم يعد هذا الفريق السياسي المؤمن بمشروع المقاومة هو في صلب السياسة اللبنانية، وبالتالي أصبح هناك مكونات سياسية مختلفة لا تتبنى المشروع المقاومة حتى في البيان الوزاري، أقول لك ساعة إذن على هذه الحكومة أن تطبق القرارات الدولية كونها سلطة في لبنان. هل سيقبل الحزب بتسليم سلاحه؟ طيب الحل هذا السيناريو اللي حضرتك ذكرته، هل سيقبل الحزب بتسليم سلاحه؟ إذا كانت الحزب لا يستطيع الحزب سياسي؟ يا عزيزتي، الحزب لا يستطيع بدون موافقة مجموعة كبيرة من التحالفات السياسية بسلاحه، لا يستطيع أن يغطي هذا السلاح لوحده. بده حلفاء. إذا بتقولي لي بطل عنده حليف مسيحي وبطل عنده حليف درزي وبطل عنده حليف سني وبطل عنده حليف شيعي، بقول لك إيه كيف يستطيع أن يغطي هذا السلاح؟ صار في أزمة. طيب سأنتقل. أعطيني أن هؤلاء الحلفاء انفكوا عن حزب الله، لم يعد هناك غطاء مسيحي، لم يعد هناك غطاء درزي، لم يعد هناك غطاء سني، لم يعد هناك غطاء طيب. شيعي. وللأسف أن هذا هو تركيبة لبنان الطائفية. أنا بحب الطائفية، هذا لبنان تركيبته الطائفية بهذا المعنى. طيب اسمح إضافة لي. إلى ذلك سوف ينزل إلى الشارع مليون شخص ليقولون لك بأن بندقية المقاومة لا يمكن لأحد أن يأخذها. طيب خلينا تعملي إذا كان هذا البندقية لها رصيد في الشارع. أنا ما رح أعمل حاجة، أنا رح أتابع وأغطي الموضوع على الشاشة. خلينا نذهب إلى بيروت، معنا الصحفي جورج عقوري، إذا كان لديك حق الرد في النقاط التي ذكرها السيد علي قبل أن ننهي هذا النقاش باختصار إذا سمحت. باختصار، أولا الحديث أن حزب الله يمتلك الأكثرية في البلاد وهناك أقلية، لو كان كذلك لاستطاع أن يظهر ذلك في المجلس النيابي. ثانيا الحديث عن حقبة 82، يعني ترداد ما قاله بالأمس السيد محمد عفيف، هذا المنطق، لا أحد اليوم يسعى إلى أي حقبة، إن نسعى إلى العبور إلى الدولة. لا يمكن أن يبقى لبنان مستباحا من إيران عبر ذراع حزب الله في لبنان. ثالثا والأهم، حين نتحدث عن التشاور يكون أيضا بفتح جبهة الجنوب في 8 أكتوبر. لا نتحدث عن تشاور متى يكون لمصلحتنا كحزب الله، وحين لا يكون لمصلحتنا ننسى التشاور. هذه ليست بشراكة وطنية وليس بتشاور. وأخيرا وليس آخرا، إن أي سلاح في لبنان خارج السلطة الشرعية هو سلاح غير شرعي. المقاومة حين لا يكون هناك دولة، اليوم هناك دولة، إذا اتخذت الدولة القرار بالمقاومة كل الشعب اللبناني يسير خلف الدولة. وسؤال أخير، طيلة منذ العام 2006 طاولة الحوار إلى اليوم، لماذا لم يتقدم حزب الله بورقة من أجل استراتيجية دفاعية؟ نعم. كل الأفرقاء قدموا أوراقهم إلا حزب الله، لأنه لا يؤمن بالاستراتيجية الدفاعية. نعم. ولأنه كان يمارس فوقية عبر عنجهية سلاحه وفائض القوة.
نعم، شكرا جزيلا من بيروت الكاتب الصحفي جورج عقوري، وأيضا ضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي علي السبيتي، شكرا جزيلا لكما. قال معهد دراسة الحرب الأمريكي إن حزب الله خسر أقل من 5% من قدراته القتالية فقط خلال العام الماضي، ورغم أن العدد غير واضح تماما لأعداد مقاتلي حزب الله، إلا أن المعهد يقدر عديد الحزب من 20,000 إلى 50,000 مقاتل، معتبرا ما قاله الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله بوجود 100,000 مقاتل مجرد مبالغة. وفيما تحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل حوالي 500 عنصر من حزب الله منذ بدء العملية الإسرائيلية البرية في جنوب لبنان، إلا أن إجمالي عدد القتلى من الحزب أكثر من 1,000، هذا عدا عن الجرحى الذين تبقى أعدادهم غير واضحة. وذكر المعهد الأمريكي أنه رغم الضربات الإسرائيلية لا يزال حزب الله يحتفظ بالجزء الأكبر لقوته التي تسمح له حتى الآن بتنفيذ ضربات في الداخل الإسرائيلي وقتال الجيش الإسرائيلي في لبنان. كشفت صحيفة ذا جارديان البريطانية أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر أمريكية الصنع في الغارات التي شنها على العاصمة اللبنانية بيروت وخلف 22 قتيلا وأكثر من 117 جريحا. وبنت الصحيفة تقريرها على تحليل شظايا عثر عليها في موقع استهداف المسؤول في حزب الله وفيق صفا، وقالت إنها المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها باستخدام ذخيرة أمريكية الصنع بقصف بيروت منذ العام 2006. الجارديان أضافت أنها عثرت مساء الجمعة على بقايا ذخائر من نوع جدام أمريكية الصنع بين أنقاض المبنى، وأن جدام عبارة عن أجهزة توجيه تركب على القنابل غير الموجهة أو المسمى العمياء وتحولها إلى قنابل موجهة بتقنية الجي بي إس. وأشارت الجارديان إلى أن قسم الأزمات والصراعات والسلاح في منظمة هيومان رايتس ووتش أجرى التحقيق، مضيفة أن ذخائر جدام تطلبها إسرائيل أكثر من غيرها من بين باقي القنابل الأمريكية الصنع. إذن مشاهدينا، يواجه حزب الله اللبناني أزمات عدة، آخرها أزمة مالية حادة في ظل التصعيد الجاري مع إسرائيل، والذي أدى لتعطيل 3 من أهم مصادره الرئيسية للتمويل النقدي بحسب موقع Voice of America. ووفقا للتقارير، فإن المصدر الرئيسي لتمويل حزب الله هو القرض الحسن، وهو مؤسسة شبه مصرفية يديرها الحزب دون ترخيص مصرفي حكومي. هذه المؤسسة أسست في عام 1982 كمؤسسة خيرية تقدم قروضا بدون فوائد للبنانيين المحتاجين، ومن ذلك الحين نمت لتصبح مؤسسة رئيسية لها فروع في كل أنحاء لبنان وفقا للتقارير. وخلال السنوات الماضية فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المؤسسة، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية أيضا في سبتمبر الماضي مراكز تخزين النقد لحزب الله وفقا لتقارير إعلامية. كما يعتمد حزب الله أيضا على مصدر آخر، وهو التمويل النقدي من البنوك اللبنانية، لكن العقوبات الأمريكية استهدفت موظفين استخدموا حساباتهم الشخصية في بنوك اللبنانية لتحويل أموال لصالح حزب الله. وتقول هنا الخزانة الأمريكية إن هذا النشاط منح مؤسسة القرض الحسن إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي من خلال الحسابات الشخصية لهؤلاء الموظفين في البنوك اللبنانية. ولدى حزب الله مصدر ثالث للدخل، وهي الأموال النقدية التي تصل عبر طائرات من الخارج، لكن تهديد إسرائيل باستهداف أي طائرات إيرانية تزود حزب الله بالمساعدات أدى لانقطاع أحد أهم مصادر التمويل للحزب. إذ تشير التقارير أن إيران اعتادت تنظيم رحلات جوية منتظمة من طهران لبيروت لتهريب النقد لحزب الله دون المرور عبر الجمارك اللبنانية. قال مسعود أسد الله نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني السابق على التلفزيون الرسمي الإيراني إن شركة إيرانية اشترت أجهزة البيجرز التابعة لحزب الله اللبناني قبل أن تنفي القناة الإيرانية الرسمية ذاتها صحة ما قاله بعد حديثه بساعة واحدة.
خب بررسی کردن دیدن 1000 تا پیجر از قبل بوده، گفتن اون قدیمی رو فعال کنید، ولی 3-4 هزار تا پیجر جدید نیاز هست. خب سفارش دادن و به یک شرکت ایرانی هم سفارش دادن که آقا ما که حزب الله نمیتونه بره، تا بره خریدن همه شک میکنه، شما برو یه شرکت برید. اون شرکت هم رفته بود با یک برند معروف مثلا تایوانی که قبلا پیجر تولید میکرد که آقا ما 3-4 هزار تا 5 هزار تا پیجر میخوایم. خب این پیجر ها تهیه شد، دادن به این شرکت ایرانی، این شرکت ایرانی هم دختر حزب الله گذاشت. اینجا یه اشکالی پیش اومد که آقا اینا باید چک میشد از نظر حفاظتی. حالا هیچ کس به ذهنش نمی رسید که پیجر تبدیل به یک بمب بشه، ولی حداقل از این بمب که ممکنه میکروفونی توش باشه، نه، همینطوری در اختیار بردار بوده شد. اونا هم در به کارگیری کردن. حالا خوشبختانه از اون 5000 تا 2000 تاش هنوز توزیع نشده بود، 3000 تاش توزیع شده بود و بعد ما دیدیم در یک لحظه اینا همه موفق. إيران عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة نفت إرسالها أسلحة خفيفة ومتوسطة إلى حزب الله اللبناني جواً لمساعدته على مواجهة الجيش الإسرائيلي، وقالت إن لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات عسكرية، وأكدت أن الأولوية الملحة يجب أن تكون وقف إطلاق النار وتسهيل جهود الإغاثة، وأوضحت أنها تستمر بتقديم المساعدات الإنسانية للبنان عبر قنوات متعددة، وأعلنت استعدادها لتقديم المساعدات الطبية واستقبال الجرحى. من بيروت ينضم إلينا العميد الركن المتقاعد سعيد القزح المحلل العسكري، أهلا بك معنا. معهد دراسة الحرب الأمريكي قال بأن حزب الله خسر أقل من 5% من قدراته القتالية خلال العام الماضي، تقديراتك فيما يخص هذا العام، حجم الخسائر في القدرات القتالية لدى الحزب بعد استهداف عدد كبير من الصف الأول والثاني للقيادات، كيف يمكن أن تقدر، وما هو انعكاسها المقروء على الأقل الآن في المعركة على الجنوب اللبناني؟ صباح الخير سيدة تهاني. صباح النور. من المؤكد أن الضربات كثيرة وكبيرة وقاسية تلقاها حزب الله خلال السنة الماضية، ضربات طالت رأسه وجسمه وأعضائه وقدرته المالية واللوجستية والصاروخية والعسكرية والبشرية أيضا. نعم، هذا أمر مؤكد ومفروغ منه، ولكن ما قبل السنة الماضية لم يكن أحد يعرف بالفعل ما هي قدرات حزب الله البشرية والعسكرية. كان هناك أخبار وبروباغندا ودعايات ودعاية، هذا ضمن الدعاية والإعلام كان، ولا أحد الآن يعرف ما هي الخسائر التي حلت بعناصر حزب الله وبقدراته العسكرية والبشرية واللوجستية والمالية أيضا. كل ذلك هو تقدير بتقدير بتقدير، لا أحد يحمل مقياس ريختر أو ميزان ذهب ويزين فيه الخسائر التي وقعت. نعم، تلقى ضربات قاسية جدا أفقدته لبعض الوقت القدرة على السيطرة والاتصال وقيادة العمليات، ولكن يبدو أنه في اليومين الماضيين استعاد نوعا ما، في الأيام القليلة الماضية استعاد نوعا ما قدرته على إطلاق الصواريخ وقدرته على الدفاع بالميدان. وأنا كنت أقول دائما أن القدرات البشرية الموجودة في الميدان هي قدرات هامة، وأن القوات العدو الإسرائيلي ستتكبد خسائر، وهذا ما يظهر. نعم. طيب سيد سعيد اسمح لي، إذا كان هو استعاد قدرته في إطلاق الصواريخ، لماذا لم يستخدم الصواريخ الدقيقة؟ يعني هل من المعقول بأنه يستقبل هذه الضربات الإسرائيلية التي تفقده من القوة القتالية دون الدفاع عن نفسه؟ يمكن أنه، أنا لم أقل أنه استعاد 100%، ولا نعرف ما هي الخسائر التي حلت بالقدرات الصاروخية الكبيرة لديه، لأن هناك غارات يومية على مراكزه وعلى ما يعتقد أنها منصات صواريخ وأنها مخازن ذخيرة، ولكن استعاد بعضا من القدرة على إطلاق الصواريخ، وهو أطلق على حيفا عدة صليات صاروخية حوالي، والبارحة كان هناك حسب ما قال مراسلكم في حصبية هناك كان 25 هطلة صاروخية، رشكة صاروخية، فإذا استعاد بعضا من التوازن لديه، ولكن لماذا لم يستعمل الصواريخ الدقيقة؟ هناك عدة احتمالات. أول احتمال هو عدم وجودها،
ثاني احتمال هو تضررها بالاستهدافات العدو الإسرائيلي. ثالث احتمال أنه ينتظر الوقت عندما تبدأ المعركة البرية. يعني لا أحد يعرف لماذا. ورابع احتمال هي أن هذه الصواريخ تطلق وتستعمل بإذن إيراني. هي لم تبدأ يعني. أنا أسفة بس وقد يعني تكون لا وقد تكون هي للدفاع عن طهران وعن إيران وليس عن حزب الله. أنت يعني لما قلت بأنه لما تبدأ المعركة البرية سيد سعيد، المعركة يعني هي ما بدأت المعركة البرية، كل هذه عمليات التسلل للجيش الإسرائيلي لم تبدأ المعركة. لا سيدة هاني، هذه ليست المعركة البرية، هذه عمليات استطلاع بالنار، هذه عمليات خاصة، هذه عمليات إغارة. طب هل من تحليلك العسكري هل ممكن تبدأ؟ أنا آسفة لأنه أنا بس أختصر الوقت عشان أقدر أخذ منك كمية من المعلومات. هل ممكن متى ممكن أن تبدأ هذه المعركة؟ متى نقول إنها بدأت؟ نقول أنها بدأت عندما ترين أرتالا من الدبابات تتقدم على محورين أو ثلاثة محاور بأعداد كبيرة وتخترق الحدود، عندها نقول أن المعركة البرية بدأت. كل ما يجري الآن هو تحضير للمعركة البرية إن قرر العدو أن طيب لما سياسيا تتحدث الحكومة إمكانية انتشار الجيش وتطبيق القرار 1701 ولم يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار، هل سيبقى الجيش اللبناني في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي يقود معركة ليست معركته مثلا؟ أن الجيش اللبناني هو من يقوم بالدفاع، هو الأمل الوحيد لمن سيقوم بالدفاع عن الأراضي اللبنانية. وأن قررت الحكومة إرسال الجيش بأعداد كبيرة وبأعداد قادرة على المواجهة، فالجيش أكيد جاهز وسيلتزم بذلك وسيقاتل العدو الإسرائيلي. حتى المراكز التي هي منتشرة في الجنوب الآن ومع قلتها وعددها القليل، إن تقدم بالقرب منها أي من قوات العدو الإسرائيلي فحتما ستواجهه. نعم. الجيش ملتزم بدفاع عن الأراضي اللبنانية حتى لو لم تكن هناك تكافؤ بالفرص العسكرية. شكرا جزيلا من بيروت العميد الركن المتقاعد سعيد القزح المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة، أعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة وفي جعبتنا طبعا الكثير من التحليلات السياسية حول الأجواء والما يجري سياسيا وعسكريا في الجنوب اللبناني، ابقوا معنا. سمعنا أول صاروخ افتكرنا عندي بالبيت، طلع الثاني أقوى من الأول بكثير، ظهرنا لقينا العالم كله عم تنزل بحافية عم تنزل عم بتصرخ وتولي. والله صار معي كنا عم كبر زبالات من البيت على الحاوية، وصرت على المدخل بدي أطلع على البيت، وصار اللي صار هون انفجار وصرت لبرا. Thank you.
هربنا، احنا وقفنا قعدنا بقى على البحر، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نسابق؟ هيدا الدمار، في اغراضهم، في ثيابهم، في اموالهم، في كل قصصهم. بنايه كانت ناس مهجر نزلت قعدت هون للامان، بس الحمد لله على كل شيء. كنا قاعدين مثل ما قعد كل العالم بالبيوت، فجاه طلع الانفجار. مرتك تحت الردم وبنتي تحت الردم، وانا انا ومرت عمي كنا قاعدين بالاوضه الجوانيه، بس من شده العصف هيدي المنطقه تأذي فيها بنتي ومرتي. ما عاد شفت الجيش الإسرائيلي يعلن نيته مواصلة قصف سيارات الإسعاف بلبنان ويتهمها بنقل أسلحة. رئيس البرلمان الإيراني يصل بيروت على متن طائرة يقودها بنفسه حاملا رسالة من المرشد. لقيادي بفيلق القدس يفجر مفاجأة حول أجهزة البيجر التي انفجرت بأيدي عناصر وقيادات حزب الله ووجوههم. إعلام أمريكي يكشف موعد الرد الإسرائيلي على إيران ويقول إنه يشمل مؤسسات الطاقة. بدون أكل، بدون شرب، بأوعينا. أنا الهدم اللي علي هذه واحد أعطاني إياها عشان ألبسها، لأن أنا طلعت بجلبية الله يكرمك، جلبية واحد طلعت بها، يعني غيار ما عنديش. صور فضائية تكشف حصارا خانقا لشمال غزة وإسرائيل ماضية في خطة الجنرالات. بكم مشاهدين من جديد. واصل الجيش الإسرائيلي اليوم غاراته على مناطق متفرقة شرق وجنوب لبنان، إذ شن طيران الإسرائيلي غارات على قضاء بعلبك، قيل إنها استهدفت مستودعا للبيض في سهلة أو في سهل بلدة سرعين التحتة. كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدتي صريفة باتولية الجنوبية، كما استهدف مباني من 3 طوابق ببلدة كوثرية السياد الذي دمر بالكامل. وأوضحت الوكالة اللبنانية أن الغارة تسببت بانقطاع الطريق بين بلدتي كوثرية السياد والغسانية. وفي غارة أخرى استهدف الطيران الإسرائيلي أطراف منطقة الحوش بقضاء سور. وفي قضاء النبطية جنوبا أغارت إسرائيل على أطراف بلدة زفتة، كما استهدفت أو استهدف بغارات أخرى بلدة الغسانية في الزهراني جنوب البلاد. حزب الله أعلن استهداف عدة مواقع إسرائيلية من صفد إلى قاعدة إسرائيلية قرب حيفا. وكان حزب الله حذر من بقي من سكان مناطق شمال إسرائيل من أن منازلهم والقواعد العسكرية في المدن الكبرى سيتم استخدافها وستكون في مرمى صواريخه. واتهم حزب الله الجيش الإسرائيلي باستخدام منازل شمال إسرائيل كمراكز تجمع لضباطه وجنوده، إضافة إلى نشر قواعد عسكرية تدير العملية العسكرية على لبنان في مدن حيفا وطبرية وعكا.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رصد طائرتين مسيرتين قادمتين من الحدود اللبنانية بعد أن دوت صفارة الإنذار في مدن عدة شمال تل أبيب، لا سيما في مدينة هرتسيليا، حيث جرت محاولات اعتراض المسيرتين وسقوط الشظايا، وتعرض أحد المباني في هرتسيليا لأضرار بعد استهدافه بإحدى المسيرتين، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض المسيرة الثانية ويحقق في الحادثة التي لم تسفر حتى اللحظة عن أي إصابات بصفوف المدنيين. لنستطلع التطورات على الحدود من حصبية جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر، ومن القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لانا كلغاصي. سأبدأ معك لانا، لك أن تطلعين على مزيد من التطورات الميدانية في الجانب الإسرائيلي، وإن كانت هناك أيضا أي تطورات وتصريحات سياسية جديدة. أهلا بك. حقيقة في الساعة الأخيرة كانت ساخنة، صفارات الإنذار بالكاد كانت تتوقف، خاصة في منطقة الجليل الأعلى تحديدا، أيضا منطقة المطلة التي بالأساس تم تحويلها من كيبوت للإسرائيليين إلى ثكنة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي تقريبا منذ بداية التوترات على الجبهة الشمالية. من يتواجد في هذه المنطقة فقط الجنود الإسرائيليين، العتاد العسكري، الدبابات وما إلى ذلك، لذلك يتم استهدافها بشكل متكرر. صفارات الإنذار كانت تدوي فيها فقط قبل نصف ساعة من الآن لثلاثة مرات. حقيقة هذا كله كان مؤشرا لإطلاق رشقات صاروخية من الجنوب اللبناني. قبل قليل هناك كان خرج بيان من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد بأن خلال نصف ساعة الأخيرة كان هناك 30 صاروخ أطلقوا على الأقل من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات الشمالية وتحديدا في منطقة الجليل الأعلى. الجيش يتحدث ويدعي بأنه المنظومة استطاعت إسقاط معظم هذه الصواريخ من خلال إطلاق صواريخ اعتراضية، وبالتالي إسقاط معظم هذه الصواريخ، ولكن هناك أيضا بعض الصواريخ استطاعت أن تصل إلى إسرائيل وتسقط في بعض المواقع، ولكن حتى الآن لم يكن هناك حديث عن إصابات. نذكر بأن الجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال يحاول أيضا عن التكتم على الخسائر سواء البشرية أو حتى المادية. نعم، سأذهب إلى حصبية مع محمود شكر. محمود، الكلمة لك لتطلعنا على سير التطورات في الميدان. قبل قليل قلت بأن حصبية تعتبر مركز للإيواء وخلفية للطبابة وإعادة انتشار الجيش اللبناني، مزيد من التفاصيل حول هذه المدينة تفضل. نعم، بداية لابد من الإشارة إلى أن الكثافة النارية التي يستعملها حزب الله منذ ساعات الصباح الأولى هي السمة البارزة لهذا اليوم، وهو لم يتوقف منذ الأمس حتى ساعات هذا الصباح من عملية إطلاق الصواريخ، والتي هي على مستويات ومراحل متعددة، كان أعلاها منذ بعض الوقت باتجاه حيفا، ثم بعد ذلك نزولا باتجاه المستوطنات التي هي في الوسط، ووصولا أيضا إلى المواقع العسكرية التقليدية التي هي عند تماس ما يعرف بالخط الأزرق. إذا أخذنا الذي جرى بالأمس وتحديدا منذ ساعات الليل حتى هذا التوقيت، نجد إلى أنه العشرات من الرشقات النارية التي كان يستعملها باتجاه هذه المستوطنات وأيضا باتجاه المواقع، هذا فضلا عن العمليات التي يقوم بها باتجاه الداخل، وهو بحسب الإعلام الحربي للحزب كان قد أشار إلى أنه مع ساعات الصباح الأولى وتحديدا ساعات الفجر قام بإطلاق رشقات من الصواريخ للتجمع جنود الإسرائيلي في موقع الجرداح، بالإضافة أيضا إلى استهدافه لقاعدة حومة في الجولان المحتل والتي هي تقع على الطرف الآخر من الحدود، بالإضافة إلى استهدافه لتجمع للجنود الإسرائيليين في ثكنة زرعيت المقابلة لبلدة حومين، بالإضافة أيضا إلى مرابد للمدفعية الإسرائيلية في مواقع متعددة، وأيضا للتقدم باتجاه جرافة كانت تحاول التقدم من محلة تعرف برامية، فقال إلى أنه قام بإطلاق صاروخ مضاد باتجاهها. هذا أيضا العشرات من الغارات الإسرائيلية التي تقوم بها الطيران، والتي هي أيضا تتنقل على القطاعات الثلاثة
3 من الطريق الساحلية في بالقرب من مدينة صور، مرورا بالقطاع الغربي وأيضا الأوسط، ووصولا إلى هنا وتحديدا إلى مدينة أو بلدة الخيام أو البلدات التي تقع بالقرب منها. كانت آخر هذه الغارات منذ حوالي الساعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الغارات التي أتيت على ذكرها والتي أيضا تنوعت باتجاه البلدات والقرى وأدت بدورها إلى وقوع عدد كبير في الإصابات في صفوف المواطنين. إذا أخذنا الساعات الأخيرة لهذه الغارات فيتوحر ما بين بتوليش، شمع، صديقين، طير حرفة، ليلي، طير دبة، جبين، الظهيرة، معروب، بريش، زبئين، سلعة، صريفة، محرونة، الخيام، هذه المدينة التي تقع أمامنا مباشرة، بالإضافة إلى أن المعلومات تحدثت عن غارة من مسيرة باتجاه سيارة على طريق إبل السائي لخيام، وأيضا دراجة نارية على الطريق المذكورة. نعم، شكرا جزيلا لكما محمود شكر، كنت معنا من حصبية جنوب لبنان وأيضا من القدس مراسلة الحدث لنا كل غاصي، شكرا جزيلا. مستر محمد مر المسؤول يلا مع تفاقم أزمة النزوح اللبناني بادرت جمعية المطبخ العالمي في لبنان إلى العمل على توصيل المواد الغذائية للأسر النازحة حديثا في الملاجئ، في حين يتفاقم انعدام الأمن الغذائي بسرعة في جميع أنحاء لبنان، حيث يواجه 23% من السكان الجوع الحاد ويكافح نصف العائلات اللبنانية وتقريبا اللاجئين جميعهم لتوفير الطعام لأسرهم. نحاول إطعام الناس في كل مكان، واليوم يقوم المطبخ العالمي بطهي أكثر من 50,000 وجبة يومياً، حيث يتم توزيعها من 18 مطبخاً مختلفاً على جميع أنحاء لبنان. نحاول إعطاء الأمل ولو بطبق ساخن واحد. ليس من وظيفتنا حل هذه المشكلة، بل هذه وظيفة الحكومة، ونحن لا نحاسبهم. نحن لا نستطيع أن نرى أخواتنا وإخواننا يموتون جوعاً في الشارع، وأقل ما يمكننا فعله هو إطعامهم، ولكن إلى متى يمكننا القيام بذلك؟ كشفت شبكة NBC عن الموعد المحتمل للرد الإسرائيلي على إيران بعد هجومها الصاروخي، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الرد الإسرائيلي قد يأتي اليوم في عطلة يوم الغفران. وبحسب التقرير يعتقد الأمريكيون أن إسرائيل حددت الأهداف التي ستضربها والمتعلقة بالبنية التحتية العسكرية والطاقة، وأردفت الشبكة الأمريكية بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف المنشآت النووية أو أن تنفذ عمليات اغتيال. كما ذكر تقرير نشرته شبكة CNN أن الحكومة الإيرانية منخرطة في مناقشات دبلوماسية عاجلة استعدادا للرد الإسرائيلي، وأن إيران قلقة من قدرة واشنطن على إقناع تل أبيب بعدم ضرب المواقع النووية والمنشآت النفطية. وكانت تقارير إعلامية كشفت أن إيران أوصلت أخيرا رسالة عبر قنوات من دول أوروبية بشأن طبيعة ردها على هجوم قد تتعرض له من إسرائيل. وقالت التقارير إن الرسالة الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل بشكل غير مباشر تفيد بأنها ستتغاضى عن ضربة إسرائيلية محدودة ولن ترد عليها، كما
تهدد. وأوضحت تلك التقارير أن الخطر يكمن في الشق الثاني من الرسالة، إذ أن إيران لن يكون لديها أي خيار سوى الرد بكسر الخطوط الحمراء لو تعرضت إلى ضربة مؤثرة تستهدف عصب النفط أو منشآت الطاقة النووية في البلاد. إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على معلومات حول الرد على إيران مع حجب بعضها، وفقا لما أفاد به مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC. وأضافوا أن إسرائيل حددت أهدافها خلال ردها المحتمل على إيران، ورجح المسؤولون أن تستهدف إسرائيل منشآت عسكرية ونفطية. هذا واستبعد المسؤولون الأمريكيون خلال تصريحاتهم لشبكة NBC الإخبارية، استبعدوا قيام إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال بحق قادة إيرانيين بارزين أو استهداف منشآت نووية في إيران. النائب في البرلمان الإيراني منان رئيسي قال بأن إيران لديها القدرة على إنتاج السلاح النووي في أقل من 6 أشهر، وأكد النائب الإيراني أن بلاده ليست بعيدة عن تصنيع سلاح نووي، مؤكدا أنها حققت تقدما ملحوظا في المجال النووي خلال العام الماضي، وطالب بضرورة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيفا أن خيارا أمام إيران سوى تغيير القاعقيدة النووية للنظام من أجل الوصول إلى أقصى درجات الردع. من الناصرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي، وأيضا معنا من طهران مدير مركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد نظير. سيد نظير، متى محتمل أن ترد إسرائيل على إيران؟ هل فعلا اليوم في يوم الغفران، أم هناك أيضا بعض التقارير تتحدث حسب التقديرات بأنه قد يردون بعد الانتخابات الأمريكية بيومين أو قبل الانتخابات الأمريكية بيومين، وأيضا لم يوضحون السبب في اختيار هذه التواريخ؟ مرحبا بك العزيزة تهاني وبالضيف الكريم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. بالصحيح لا يوجد يعني حتى منطق في اختيار الوقت، هنالك صراع، هنالك حوارات، هنالك نقاشات حتى الآن لم تنتهي كما يبدو في هذا الشأن، ولذلك الحديث عن اليوم أو بعد شهر هو يعني هذا قابل للفهم وهذا قابل للفهم، لكن هنالك يعني تنامي آراء في إسرائيل بأن الانتظار هو بحد ذاته على طريقة إيران، يعني هكذا إيران كانت تفعل بإسرائيل عندما كان يجري الحديث عن ضربات إيرانية إلى إسرائيل، تنتظر وتنتظر، وهذا يهد أعصاب الطرف الآخر، يؤثر على وضعه الاقتصادي، على عملته، على البورصة، وهذا يعني كله من الممكن أن يلعب دورا في خدمة الهدف الأساسي الذي فيه رغبة في ضرب الطرف الآخر. واليوم يتحدثون عن كم حتى الآن انخفضت قيمة العملة الإيرانية، كيف تدير إيران معركتها الآن، هذا التنقل السريع إلى لبنان والتشاور هنا وهناك، وكيف يمكن أن يكون تفعيل لقوى أخرى وليس بالضرورة فقط إيران. فلذلك صعب أن نحدد الآن ما هو الاتجاه. هنالك حسابات في إسرائيل صغيرة تقول مثلا أن نتنياهو ينتظر أن يسافر جالانت حتى تتم الضربة ويعلن أنه لوحده أنه هو الذي أشرف على هذه العملية مع الجيش، وحتى يضرب وزير دفاعه الذي يريد أن يتخلص منه في أسرع وقت ممكن، لكنه لا يستطيع ذلك في عز الحرب. فعدة حسابات، ولذلك كلها تكهنات. هذه الحسابات يترتب عليها أيضا نوعية المواقع المستهدفة في الضربة، طالما الموضوع يذهب إلى إنجاز شخصي لنتنياهو. بالطبع، وخصوصا ما أن الرسائل الإيرانية هي رسائل يعني تؤخذ بجدية في إسرائيل، خصوصا لدى المؤسسة العسكرية. نعم. التي تنسجم مع الإدارة الأمريكية، على عكس نتنياهو الذي يحاول أن يجر قدم الولايات المتحدة لكي تكون شريكة في ضربة مباشرة على إيران. الآن هو نجح أن يجعل من الإدارة الأمريكية شريكة في هذه الضربات، لأنه أعد هذه الضربات مع المسؤولين الأمريكيين. السؤال، هل ستنجر فعلا الولايات المتحدة؟ حسب خطة نتنياهو ترد إيران على الرد الإسرائيلي فيكون موجعا، فعندئذ تضطر الولايات المتحدة إلى التدخل.
التنكر، وبهذه الطريقة يبدأ بجر قدمها إلى هذه الحرب، وطبعا الولايات المتحدة واعية تماما لذلك وتحاول منعه. طيب سأذهب إلى دكتور محمد صادقيان، أهلا بك معنا دكتور محمد. إلى أي مدى قد تكون إيران فعلا واعية لهذا الذي يعمل عليه نتنياهو لجر واشنطن في مواجهة مباشرة مع إيران؟ ومتى ممكن فعلا أن لا تكسر إيران الخطوط الحمراء في حال استهدفت من جانب إسرائيل؟ لا نتحدث فقط عن المواقع النفطية ومواقع النووية، ولكن أيضا كان في تقرير من واشنطن يتحدث على استهداف مقر المرشد، مقر الحرس الثوري الإيراني أيضا. هل ممكن أن تمتص الضربة إيران هذه المرة أم ماذا؟ تحية لك وإلى ضيفك والمشاهدين. إيران تتوقع من نتنياهو أن يعمل كل شيء، سواء كان إحراجا لأمريكا أو بموافقة الولايات المتحدة والبيت الأبيض، وبالتالي ما عمله منذ 7 أكتوبر لحد الآن في غزة هو كان بمباركة وبقيادة وبمشاركة من الجانب الأمريكي بشكل مباشر أو غير مباشر. فيما يخص الهجوم أو الرد المنتظر من قبل الكيان الإسرائيلي على إيران، إيران تتوقع كل شيء، وبالتالي هي عندما تقول أو هذه المعلومات عندما تتحدث عن أن إيران أبلغت دول غربية دول أوروبية، وحتى ربما أنا أتوقع بأن هناك رسالة وصلت من إيران إلى الولايات المتحدة تخبر فيها إيران بأن مثل هذا العمل الذي تقوم به إسرائيل سوف يكلف المنطقة كلف باهظة، وبالتالي هي تحذر من ذلك. ربما يريد نتنياهو أن يضرب المنشآت النووية، المنشآت النفطية، يريد أن يستغل الأجواء الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، يريد أن يبتز الموقف الأمريكي، يريد استدراج الموقف الأمريكي. هذه كلها مطروحة على الطاولة، وبالتالي نتنياهو، نحن الآن نتحدث عن شخص يتصرف باللا منطقية ولا معقول، هو يتصرف بكل شيء من أجل تحقيق ما يدور في رأسه. البعض يصفه هذا هو الجنون الذي ينتاب نتنياهو من أجل تحقيق أغراضه. الآن هو دمر غزة، الآن ذهب إلى لبنان، لا ندري يوم غد ماذا يريد أن يفعل، ماذا يعمل مع إيران. وبالتالي أنا أعتقد بأن إيران عندما ذهب عراقجي ليدفع الدول وينسق مع الدول الإقليمية لوقف إطلاق النار، أيضا في ذات الوقت هو أرسل رسائل إلى المجتمع الدولي، إلى حلفاء الولايات، حلفاء إسرائيل في أوروبا في الغرب، بأن هناك مشكلة، والمشكلة تكمن في أي مغامرة يقوم بها نتنياهو. وإيران قالت بأنها سوف لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما استهدفت المنشآت النووية أو النفط، الغاز، منشآت صناعية، منشآت عسكرية. هذا لا هذا لن يقف دون أن ترد إيران. إيران الآن تتحدث بصوت مرتفع، يسمع هذا الصوت حتى الذي لا يسمع، هو يسمع الإيرانيون يقولون بأنهم يريدوا أن مستعدين وعندهم جهوزية عالية من أجل الرد على الكيان. نعم. في العمق الإسرائيلي في كل المنشآت. نعم. في المرة الماضية كانت هناك منشآت عسكرية وأمنية، الآن قالوا بأننا سوف نضرب أي منشأة أخرى دون التقيد بأي حدود معينة. الضربة الإيرانية على إسرائيل هي أوجعت إسرائيل لدرجة أنها أخفت بعض الأضرار التي أصابت أحدى القواعد العسكرية لها. ولكن سؤالي لحضرتك دكتور محمد، حسب التقارير على ما يبدو هناك اختراق كبير للموساد الإسرائيلي للنظام الإيراني برمته، هل ممكن أن يكون هذا عامل مؤثر في التأني في عملية الرد، خشية أن ينهار النظام كما يطمح نتنياهو مثلا؟ هذا سؤال مهم جدا، لكني أعتقد بأن هناك خارطة طريق وضعها أو قاعدة وضعها المرشد الإيراني الأعلى، وهو القائد العام للقوات المسلحة في صلاة الجمعة قبل الماضية، وقال بشكل واضح بأن إيران لن، أنا أنقل هذا النص، إيران لن تتردد في الرد على أي مغامرة إسرائيلية.
لكنها لا تستعجل الرد، وإن القوات المسلحة الإيرانية تعمل من أجل الحفاظ على المصالح الإيرانية الحيوية. هذا هو الآن موجود، هذه هي القاعدة، كيف التعاطي مع أي رد إسرائيلي يكون. وبالتالي كل الجهوزية موجودة. دعيني أذكر لك معادلة أخرى أو قاعدة أخرى. الإيرانيون يقولون بأن إذا إسرائيل قصفت المنشآت النووية الإيرانية، هناك ثلاث خطوات سوف تقدم عليها إيران. الخطوة الأولى، سوف تقصف المنشأة النووية الإسرائيلية وتستهدفها، هذه وحدة. النقطة الثانية، الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، لأن إيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب المواثيق التابعة لهذه الوكالة أن تحافظ على المنشآت النووية للدول الأعضاء. النقطة الثالثة، وهي تغيير العقيدة النووية الإيرانية. بطبيعة الحال يعني تغيير العقيدة النووية الإيرانية ليس معناه بأن إيران تصنع السلاح النووي منذ ربما بعد أسبوع أو أسبوعين أو ستة أشهر، لا، تغيير العقيدة النووية من الصفر إلى المئة، وبالتالي ربما 20%، 50%، 60%، إلى أن تصل إلى 100%، وهي القنبلة النووية أو السلاح النووي. لحد الآن إيران تقول بأنها لا تريد أن تصنع ولا تتجه بهذا الاتجاه، لكن وضعت هذه الخطة على طاولة. إذا ما استهدفت المنشأة النووية الإيرانية أو المنشآت النووية الإيرانية، إيران تذهب إلى ذلك. وبالتالي يعني لنكن واضحين، أيوة، هذا الجنون عند نتنياهو، أنا باعتقادي أنه لا أحد يستطيع، وباعتقاد الكثير من المراقبين، لا يستطيع أحد أن يقف جنون نتنياهو أو يعالج هذا الجنون إلا الولايات المتحدة. وهل تتوقع الإدارة الحالية قادرة تعمل كده؟ يعني هو قدم لهم خدمة كبيرة على فكرة، الجمهوريين الديمقراطيين حسب التقارير بأنه قدم للديمقراطيين خدمة كبيرة لصالحهم في الانتخابات المقبلة. هو أن نتنياهو يبتز الأجواء الانتخابية حاليا بين الديمقراطيين والجمهوريين، وبالتالي الجمهوريون يحفظون الكيان الإسرائيلي والديمقراطيون أيضا، وبالتالي هو يقدم خدمات متنوعة متعددة الاتجاهات. المشكلة أنه منطقتنا نحن كشعوب ودول في هذه المنطقة يلعب بها نتنياهو كيفما يريد، وبالتالي لا أحد يقول له لماذا تعمل كذا ولماذا لا تعمل كذا، لماذا لم تنجح الجهود المصرية والقطرية والأمريكية في إيقاف في وقف إطلاق النار في غزة؟ لأن نتنياهو لن يقبل، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تضغط عليه بقبول، نعم، وقف إطلاق النار حتى، طيب، لا تكون هناك بؤر ثانوية للتوتر في هذه المنطقة. طيب أنا سأذهب إلى سيد نظير. يعني سيد نظير، أنت ذكرت في إحدى تقاريرك في الشرق الأوسط بأنه نتنياهو بالرغم من أنه يكذب، ولكن هذا الكذب يصدق لأنه شاطر جدا في التسويق، هذا من قبل أن يدخل إلى المجال السياسي. ولكن الآن أنا أريد أن أفهم من حضرتك، لا يمكن أن نأخذ الكلام الذي يقال من وسائل الإعلام الإسرائيلية غير على محمل الجد، خصوصا أنهم نوهوا عن حسن نصر الله قبل ذلك بأنهم يعرفون مكانه ومن ثم اغتالوه. عندما يأتي حديث من نتنياهو شخصيا ومباشرة لوسائل الإعلام ويقول سينتهي محور الشرق قريبا، ويقصد بذلك النظام الإيراني، هل نحن الآن على عتبة مواجهة كبيرة إسقاط النظام الإيراني؟ هل في دراسات أساساً إسرائيلية إذا سقط النظام الإيراني أو تم استهداف المرشد خامنئي، كيف سيؤدي ذلك في تداعيات للمنطقة، انتشار السلاح في المنطقة، وماذا ستستفيد إسرائيل من ذلك طالما هي مهددة؟ يعني نتنياهو أكثر من يعرف أن قضية القضاء على المحور وإسقاط النظام الإيراني وليس بالمهمة السهلة، وهي ليس بالمهمة المنشودة بالنسبة لإسرائيل. في إسرائيل يحتاجون إلى دولة ضعيفة في إيران، وليكن من يكون قائدا لها، المهم أن تكون ضعيفة وغير مؤثرة ولا تضايق إسرائيل. بس إيران دولة غير ضعيفة الآن، هي يعني الاعتراف بالحق، هي ليست ضعيفة إيران، هي يعني لديها أذرع منتشرة في المنطقة حتى وإن لم تصب الهدف الأساسي، ولكنها بين وقت وآخر تهدد بها إسرائيل.
ضمن المحاولات الإسرائيلية التي يقوم بها نتنياهو لإقناع الإدارة الأمريكية بأن تقوم هي بضرب إيران الآن، هي أنه يحاول أن يثبت لها أنها ضعيفة، والدليل على ذلك الاختراقات الأمنية التي قامت بها إسرائيل في قلب إيران. ولكن الهدف الأساسي عند نتنياهو اليوم هو أن يوجه ضربات قاسية فعلا لهذا المحور، يقول فيها أننا ضربنا أو قطعنا بعض أذرع أو غالبية الأذرع الإيرانية في المنطقة، يوجه لها ضربات فعلا وتحدث تغييرا استراتيجيا في المنطقة، مثل ما هو يحاول في غزة حتى الآن تصفية حماس، ما زال مقتنعا بأنه يستطيع الوصول إلى انتصار كامل، وطبعا الجميع يعرف أنه هذا غير صحيح، وإسرائيل ما زالت تضرب بقسوة في غزة ولكنها تتلقى ضربات. في لبنان يحاول أن يغير المعادلات بحيث يقيم حزام أمني بين إسرائيل ولبنان على شاكلة الحزام الذي أقامته تركيا مع الحدود السورية، ويوجه ضربة مباشرة إلى إيران تجعلها لا ترد. يعني هو معني بأن لا ترد فيما لو امتنعت الولايات المتحدة عن التدخل، إذا نجح في إقناع الولايات المتحدة بأن توجه هي الضربة لإيران، هذا يكون أفضل شيء من جهته، ولكن هو يرى أن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك. وليس هذا فقط، بل هو يعني مع مجموعة جدية من الخبراء الإسرائيليين في الشؤون الأمريكية يقولون له لا تتحمس كثيرا لترامب، ترامب ليس ذلك القائد الذي سيقدم على ضرب إيران فيما لو فاز بالحكم. إيران هذا ترامب هو نفسه الذي أقال جون بولتون الذي كان مستشاره المقرب، لأنه زاد العيار في مهاجمة إيران وقال هذا الرجل يريد أننا أن يدفعنا إلى حرب مع إيران. يعني ترامب هو ليس بالضبط ما الذي يوحي به، هو يريد أن يستغل في هذه الفترة، يستغل نتنياهو وإسرائيل لكي يوجه ضربة للإدارة الأمريكية الحالية الديمقراطية لعلها تساعده في الانتخابات. فتوجد حسابات أخرى أيضا، يعني ليس نتنياهو الوحيد الذي يقرر في هذه الأمور، هو يحاول ويسعى ويريد أن يجر الولايات المتحدة، لكن عليه هناك أيضا عبء وضغوط طيب من داخل إسرائيل وخارجها لكي لا تتحدث. طيب سيد نظير، إحنا كالعادة والله بينتهي الوقت وإحنا ما بنخلص أسئلة معكم أنت ودكتور محمد، بس أنا عندي سؤال لحضرتك الآن. يعني هل فعلا هو التقارير تتحدث بأنه نتنياهو قدم خدمة للإدارة الديمقراطية بأنه قد يكون حليف كاملا هاريس الفوز في الانتخابات المقبلة؟ إذا أعلن وقف إطلاق النار، إذا لم يقدم على ضربة قاسية على إيران، هل سيبقى هذا الحظ محالف كاملا هاريس للمرحلة المقبلة من وجهة نظرك؟ إذا اقتنع نتنياهو أن هاريس هي الرئيسة القادمة في كل الاتجاهات، في الاستطلاعات تشير إلى هذا النحو، وأيضا في إسرائيل الخبراء يؤكدون هاريس هي الفائزة وليس ترامب، فإذا اقتنع بذلك بالتأكيد هو يعني لديه مصلحة أن يكون على علاقة جيدة عندئذ مع الإدارة الأمريكية، ولا يقدم على الاستفزازات التي يقوم بها اليوم لخدمة ترامب. شكرا جزيلا ضيفي من الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي، وأيضا ضيفنا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. دائما الوقت يذهب معكم ما سريعا. شكرا جزيلا. شكرا لك. دعا الجيش الإسرائيلي المتواجدين في منطقة جباليا والتي أشار إليها بالخارطة بالرمز D5 أو دال 5، دعاهم للمغادرة إلى ما وصفه بالمناطق الإنسانية عبر شارع صلاح الدين. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يعمل في تلك المنطقة ضد ما وصفها بالمنظمات المسلحة، موضحا أنه سيواصل عملياته العسكرية في تلك المنطقة لفترة طويلة، وحذر من أن المنطقة المحددة بما فيها أماكن تجمع مع النازحين في منطقة جباليا تعتبر منطقة قتال خطيرة. لا لا.
وكان أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 30 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على جباليا في شمال قطاع غزة، فيما لقي نحو 40 آخرين حتفهم جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أنحاء متفرقة في القطاع. هذا وكانت منظمة أطباء بلا حدود أن الآلاف محاصرون في مخيم جباليا وسط قصف للقوات الإسرائيلية، وذلك بعد أسبوع من شن هجوم تقول إسرائيل إنه يهدف إلى منع حركة حماس من إعادة ترتيب صفوفها. إلى ذلك، أظهر تحليل لصور الأقمار الاصطناعية لغزة تطويق الجيش الإسرائيلي شمال القطاع بالكامل، وليس فقط مخيم جباليا وحده، بل بيت حانون وبيت لاهيا وكامل الشمال، حيث تحرك الجيش الإسرائيلي من شرق مخيم جباليا على محور سبق أن رصفه خلال احتلال جباليا السابق، وحاصر بيت لاهيا من الغرب وأغلق مخيم جباليا تماما وفصله عن البلدة، وبات السكان في الشمال ممنوعين من الخروج إلا عبر محور صلاح الدين. لليوم السابع على التوالي ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة تتواجد في منطقة جباليا، وهناك حصار خانق بشكل كبير جدا على المواطنين. 7 أيام بلا طعام بلا ماء بلا أي مقوم من مقومات الحياة. طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تحاصر أيضا من ضمن الطواقم الطبية والطواقم التي تعمل على إغاثة الناس في منطقة جباليا. الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح للطواقم الطبية ولا طواقم الدفاع المدني أيضا أن تتزود لا بالوقود ولا بالمستلزمات الطبية، وكل ذلك سيؤثر على واقع المواطنين هناك، حيث أكثر من 200,000 مواطن يتواجد في تلك المنطقة، وربما في أي لحظة من اللحظات نودع منهم الشهداء نتيجة أنهم ربما يموتون إما من القصف الإسرائيلي أو من الجوع ومن نقص المياه. ولذلك أمام هذا المشهد الصعب والمأساوي الذي تعيش جباليا ويعيش المخيم بشكل كامل، نطالب المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية أن تقوم بواجبها الإنساني من أجل حماية من تبقى من مواطنين هناك وما زالوا على قيد الحياة. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الحدث عبر الهاتف خضر الزعنون. أهلا يا خضر، لك أن تطلعنا على سير التطورات في الشمال بعد تطبيق خطة الجنرالات من جانب الجيش الإسرائيلي. كيف ينزح هؤلاء من الشمال عبر محور صلاح الدين ويتجاوزون خط نسريم المسيطر عليه الجيش الإسرائيلي؟ نعم تهاني، يعني مع توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية في المناطق الشمالية وتحديدا في المناطق أقصى شمال مدينة غزة، حي الشيخ رضوان ومنطقة الصفطاوي وآخر شارع الجلاء ومحيط بركة الشيخ رضوان في المناطق الشمالية من مدينة غزة على وجه التحديد، لتضاف هذه المناطق التي أصبحت الآن مصدر عمليات للجيش الإسرائيلي إلى المناطق الشمالية، جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، حيث أصبح عدد كبير من المواطنين ينزحون من تلك المناطق باتجاه الأحياء الغربية من مدينة غزة كحي النصر وحي أيضا تل الهوى وأيضا منطقة الرمال، والتي أصبحت مكتظة بأعداد النازحين من تلك المناطق. ولكن المواطنون لا يتوجهون باتجاه المناطق الوسطى أو الجنوبية من قطاع غزة، حيث أن الجيش الإسرائيلي المتواجد على محور نتسريم سواء من المنطقة الغربية من مدينة غزة طريق هارون الرشيد وحتى طريق صلاح الدين. هذه المنطقة المواطنون يعتبرونها محفوفة بالمخاطر، حيث أن الجيش الإسرائيلي وعبر مسيرات له التي تجوب تلك الأجواء تطلق النار صوب المواطنين. ولكن الظروف الإنسانية التي يعيشها النازحون الذين نزحوا من المناطق الشمالية من مدينة غزة وأيضا من شمالي القطاع يعيشون ظروفا صعبة في ظل عدم توفر أدنى مقومات الحياة، مع أيضا تأكيد برنامج الغذاء العالمي تهاني بأنه لم تدخل أي من المساعدات الغذائية والتموينية إلى المواطنين في شمالي قطاع غزة منذ الأول من أكتوبر الشهر الجاري، وهذا طبعا ترك آثار كارثية على المواطنين الذين أصبحوا يبحثون عن لقمة العيش ولا يجدونها في ظل
يعني غارات إسرائيلية متواصلة على منازل المواطنين، خاصة في جباليا البلد ومخيم جباليا، حيث سقط العشرات من الضحايا والمصابين وفقا لطواقم الإسعاف وأيضا الدفاع المدني، والذين يتعذر عليهم الوصول إلى هؤلاء الضحايا وأيضا الجرحى والذين وأيضا أعداد من المفقودين تحت ركام العديد من المنازل بفعل استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي. ولكن أيضا بموازاة ذلك تهاني، كتائب القسام قبل قليل وفي بيان مقتضب قالت تمكن مجاهدوها من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا خلال محاولة هذه القوة اقتحام أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، كل ذلك في المنطقة الغربية من مخيم جباليا إلى الشمال من القطاع. أشكرك على كل هذه الإيضاحات من مدينة غزة، كنت معنا عبر الهاتف مراسل الحدث خضر الزعنون. إذن مشاهدينا، لليوم السابع على التوالي تواصل إسرائيل تضييق الخناق وتشديد حصارها على شمال قطاع غزة، لا سيما مدينة جباليا ومخيمها، مانعة دخول أي مساعدات غذائية أو طبية إليه. وتهدف إسرائيل من خلال هذا الحصار إلى ترحيل أكثر من 300 ألف فلسطيني من شمال قطاع غزة، 200 ألف منهم تقريبا يقطنون في جباليا. المنظمات الإنسانية هنا قالت إن الفلسطينيين المحاصرين في شمال قطاع غزة وخاصة في جباليا مهددون بالقصف الإسرائيلي أو الموت جوعا. وكشفت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الحصار الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال القطاع قد يستمر لأشهر، موضحة أن هذا الحصار يأتي في محاولة لتضييق خطة أو لتطبيق خطة الجنرالات لتهجير سكان شمال غزة. وذكرت الصحيفة أن حصار الجيش الإسرائيلي لجباليا يهدف إلى منع إمداد المسلحين الفلسطينيين في الشمال أو منع حماس من إعادة ترتيب صفوفها. وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت في منتصف شهر سبتمبر الماضي مقترحا إسرائيليا جديدا حول مستقبل غزة يحمل اسم خطة الجنرالات، ويرمي لسيطرة عسكرية دائمة على شمال القطاع وتهجير سكان المنطقة إلى جنوب غزة. وأفادت الهيئة بأن ضباطا إسرائيليين اقترحوا الخطة بداية شهر سبتمبر الماضي، وتقضي بتحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة. فيما تظهر صور الأقمار الصناعية أن الجيش الإسرائيلي أرسل قواته إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذلك أيضا لليوم التالي هنا مشاهدينا للحرب في غزة واستراتيجية إسرائيل الأمنية التي تخطط لها في غزة لم ترسم ملامحها بوضوح بعد، لكن الثابت فيها أنها إجراءات أحادية تحاول من خلالها إسرائيل ضمان عدم تكرار سيناريو السابع من أكتوبر. أبرز الخطط التي تتحدث عنها إسرائيل وآخرها ما بات يعرف بخطة الجنرالات التي تبناها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي جيورا آيلاند برفقة عدد آخر من الضباط في الجيش، هي خطة تقوم أساسا على مبدأ المناطق العازلة واقتطاع مساحات من القطاع. ولكن كيف سيحدث ذلك؟ هنا في المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إخلاء السكان من شمال قطاع غزة والذين رفضوا أوامر الإخلاء السابقة بالتوجه إلى الجنوب،
ووفقا لخطة الجنرالات هناك حوالي 300 ألف شخص في شمال غزة يجب إخلاؤهم في غضون أسبوع، ومع إتمام عملية الإخلاء سيعلن شمال القطاع منطقة عسكرية مغلقة. هنا أيضا مشاهدينا تبدأ المرحلة الثانية ليتم فيها فرض حصار كامل ومشدد، ويشمل الحصار الكامل منع الحركة من وإلى الداخل ومنع الإمدادات بما في ذلك الغذاء والوقود والماء. ولن تتخلى إسرائيل عن رفع الحصار إلا عندما يقبل مسلحو حماس بإلقاء أسلحتهم، وتقدر إسرائيل عددهم بخمسة آلاف عنصر. وفي هذه المرحلة تراهن إسرائيل على دخول وتطهير منطقة مدينة غزة دون أن تواجه مقاومة مسلحة. الأخطر من ذلك أن إسرائيل ستنتقل بهذه الخطة من الشمال إلى الجنوب بالتدريج، ما يعني الانتقال إلى رفح وخان يونس ودير البلح وكل منطقة يتواجد فيها السكان. يفترض الضباط الإسرائيليون أن الاستفادة من الضغط من خلال السيطرة على المساعدات الإنسانية، أو بمعنى آخر تجويع السكان بالضغط نحو صفقة لتبادل الأسرى. وعلى الرغم من حسابات القانون الدولي فإن الخطة يمكن تنفيذها دون الخضوع للمساءلة، لأن محاصرة العدو أمر مسموح به بموجب القانون الدولي إذا تم منح السكان المدنيين فرصة معقولة لمغادرة المنطقة عبر ممرات آمنة.